ثق تماما اذا الكومنت بتاعك ما كنتش رديت عليه تحت في الكومنتس، يا هتكلم عليه النهارده يا اما قريته، قطعا قريته ممكن مره واثنين وثلاثه، لان كل كومنت فعلا غالي عليا، الا الناس طبعا اللي بتشتم وما اعرفش بصراحه ليه بيشتموا. يعني قبل بس ما ابدا عايز احذر بعض الناس تحذير بسيط خالص. القناة قبل ما يتعمل فيها حاجات للناس عامة كانت معمولة اصلا للاطباء فقط، فعندنا ناحية كده اوعى وانت رجلك بتفسحك في القناة بتاخد لفة تشوف الفيديوهات، اوعى رجلك تاخدك عند الناحية الغويطة الديب اند بتاعت القناة. صدقني لو رحت هناك فعلا هتتعب، لان اللي حصل ان بدأت اشوف كومنتات في الفيديوهات بتاعت للاطباء فقط، فيديوهات موجهة للدكاترة بس، من بعض الناس اللي مش دكاترة ويعيني بدأوا يتفرجوا على الفيديوهات. الفيديو اللي انا بعمله لغير الدكاترة بيكون مدته اقصى حاجة 20 دقيقة والناس بتفيص مني، يعني 10 دقايق 20 دقيقة الناس بتموت. الدكاترة لما بعمل لهم فيديو 50 دقيقة بتكون كل التعليقات الفيديو ما غطاش كذا، الموضوع ما غطاش كويس، كان ناقص كذا وكذا، كان المفروض تتكلم في كذا. احنا دكاترة ما بنعرفش نعمل حاجة غير ان احنا نذاكر، اقل فيديو بنسمعه مدته 5 ساعات، فاوعى رجلك تاخدك عند فيديوهات الدكاترة. الله يخليك وسيبولنا احنا الكلام ده بس. طيب خلينا ندخل في موضوع على طول ونقرا اول كومنت ونشوف. طيب ده موضوع اتكرر كتير جدا وناس كتير ما صدقت، يعني جه بصياغ كتير ولكن ناس كتير جدا ما صدقت ان لقت حد اخيرا بيخبط وبيهد في العك المنتشر باسم الطب، ويعني وبصراحه الناس بتقول كلام يعني الواحد ما يستاهلش ربعه، فيعني اشكركم شكرا جزيلا على الكلام الجميل. مع بعض ان شاء الله نبني ثقافه كويسه، ومع بعض باذن الله نهد نص العك اللي موجود، وان كان بصراحه الحرب اللي القناه بتتحاربها باسم الكوبي رايتس باسم اي حاجه الله مستعان، بس ان شاء الله يعني مع بعض باذن الله هنهد كل العك اللي منتشر على باذن الله واحده واحده. طيب الحجامه، واتكلم عن الحجامه وعايزين حلقه خاصه عن الحجامه، وانت قلت كذا عن الحجامه وانت والناس بتقول عن الحجامه، مش هتكلم في الموضوع ده. الحجامه ليها حلقه خاصه كبيره يعني تعبانين فيها جدا، بدأ التجهيز لها مدة طويلة وحاجة فيها ضيوف ان شاء الله تقال جدا بإذن الله، موضوع هتغطى من كل جوانبه. هنخلي الحجامة مش هنتكلم فيها دلوقتي لان دي لها فعلا حلقة يعني ان شاء الله استنوها. جبنا سيرة الدكتور ابراهيم الفقي، انا ما جبتش سيرته على فكرة، صورته طلعت في الفيديو نطت لوحدها في فيديو ملوش دعوة، وناس كتير بقى يعني ايه سيول من الدموع والتأثر الله يرحمه. الراجل اثر في ناس كتير جدا انا عارف، بس مش معنى ان انا اثرت في حياتك تأثير كويس يبقى الكلام اللي انا بقوله صح. انا ممكن دلوقتي الف معلومة غلط تماما، محمد منصور دلوقتي هيقولك اوعى تدخن لان اللي بيدخن بيطلع له سرطان في عينيه، السرطان بيطلع من العين اليمين بينتشر للعين الشمال، وبعد ما بيروح العين الشمال بيوصل المخ، وبعد ما بيوصل المخ بينتشر في العيلة، والعيلة كلها بتموت بسرطان العين سميه اسم معايا، سرطان العين الاعور مثلا اي اسم. ناس كتير ممكن تبطل التدخين بناء على المعلومه دي، واجيب لك شويه صور واقول لك عشان كده اجدادنا زمان كانوا ما بيدخنوش في عين بعض، واقول لك اي كلام في اي هبل هتصدق، او بلاش حضرتك هتصدق، بعض الناس هتصدق. انت راجل بتفكر بطريقه علميه، عندك كريتيكال ثينكينج وتفكير ناقد، ومش هيعجبك كلامي وهترجع تدور ورايا على المصادر، هتكتشف ان انا بهبل مش هتصدق كلامي. لكن في ناس هتصدق الكلام اللي انا بقوله ومش هتدخن عشان التدخين بيسبب سرطان العين الاعور اللي بينتشر في العائلات. يبقى الناس ديت بعد 20 سنه لما انا اموت مثلا هيقولوا الله يرحمه خلانا نبطل تدخين، بس انا كنت بهجس، انا كنت بقول هبل، خليتكم تبطلوا تدخين بس ده غلط. كوني عملت تاثير كويس في حياتك، كوني خليتك تقوم من على السرير تشتغل تنتج تنطلق، مش معناه ان انا بقول اللي كنت بقوله كان صح. للاسف الكلام ده ينطبق على ناس كتير جدا بدون اسامي بقى، بيقول كلام حلو شكله حلو بس هو غلط. حضرتك عايز تقتنع ان الكلام صح لمجرد ان هو عامل تاثير حلو في حياه ناس؟ It's up to you. بس هو كلام غلط. مش عايزين نبقى عاطفيين ومش عايزين ناخد امور بشكل شخصي. علم يعني علم وعك يعني عك. انت دكتور، انت معاك شهادات ايه؟ انت درست ايه؟ اسئله من هذا القبيل بدون اسامي، مش هقول مين اللي بيسال، ولكن مش هضيع وقتكم. الناس اللي عارفيني عارفين ان انا دكتور، اللي مش عارف انا مش شهاداتي ايه، الله اعوذ بالله ان اكون مغرور ابدا، انا بالعكس انا راجل عارف جهلي، ودي ميزه الحمد لله ان انا عارف جهلي، وان عادي جدا ان انا هقول لك مش عارف. المشكله في الناس اللي مش عارفه جهلها، الناس اللي بتتسال اي سؤال بتجاوب اي اجابه وهي واثقه من نفسها ثقه عمياء، يعني ربنا يعافينا من الثقه العمياء ديت. طيب لو عايز تعرف عليا يعني شخصيا ده شيء يشرفني، هحط لك لينك للحلقه الاولى اللي كنا بنتكلم فيها انا مين وبعمل ايه والناس اللي شغالين معايا، يا ريت تتفرج على الحلقه دي.
طيب ايوه نفس السؤال تقريبا بتاع انت مين وكده. انا شايفه بطريقه تانية. الناس اللي بتقول الكلام ده ايا كان الكلام بقى بيتدرس لطلبه كليه الطب في اوروبا، يعني تتكلم في اي كلام اي بتنجان نقول عليه بتنجان تلاقي واحد بيقول لك ده بيتدرس في طلبه كليه الطب في اوروبا. باي ذا واي ناس كتير من الناس دي ناس محترمه جدا وتظن ان ده حقيقي. الحمد لله انا راجل بدرس لطلبه الطب في اوروبا، يعني الحمد لله يعني درست لطلبه الطب انجليز والمان ومن شرق اوروبا كتير، ولو عرب جايين يدرسوا في انجلترا اللهم لك الحمد احنا ده شغلنا ده جزء من شغلنا يعني عادي. اشتغلت في مستشفيات جامعيه اكتر مستشفى جامعي في انجلترا ويعني طبيعة شغلنا بندرس طلبة كلية الطب. كلام كتير ملوش أي أساس في العلم وتلاقي حد بيقول لك ده بيدرس طلبة الطب في كلية في أوروبا. لا أنا بقول لحضرتك ما بيدرسش طلبة الطب في أوروبا، يعني مش هقول بقى زي إيه وإيه وإيه، هيجي كل واحد في حلقته. طيب أحمد علي، أحمد علي بيقول أنت ما تكلمتش عن الدكاترة اللي بيعكوا في أوض العمليات وفي الكشوفات وبيغلوا الكشف وجزارين وهم سبب المصايب كلها. في دكاترة جزارين، في دكاترة بيغلوا الكشف، في دكاترة حرامية، في دكاترة نصابين، في دكاترة مش عارفين أي حاجة في علمهم فيه. بس ده بالظبط زي ما في مدرسين نصابين، مدرسين حرامية، مدرسين جزارين، مدرسين كل حاجة بيخلوا الدروس الخصوصية بتاعتهم، زي ما في محامين نصابين، محامين جاهلين، محامين حرامية، زي ما في كل مهنة في الدنيا فيها الكويس وفيها الوحش. مش دورنا في البرنامج هنا ان احنا نتكلم عن الدكاترة النصابين والجزارين والكلام ده كله. احنا في البرنامج ده بنحاول نتكلم عن مهن انتشرت كلها نصب بتتكلم في الطب. اما يكون في دكتور نصاب ودكتور كويس فالطب مهنه محترمه، طب قايم على اسس علميه، طب قايم على الدليل زي ما اتكلمنا في حلقه الطب المبني على الدليل لو ما اتفرجتش عليها. لكن في مهن قايمه كلها على نصب ما هياش علم، دي اللي بنغطيها في برنامجنا. ان شاء الله هيجي يوم نمسك في البرنامج ده او في برنامج تاني في قناتنا نمسك ايه الممارسات الخاطئه اللي بتمارس عند الاطباء في عيادتهم. مفيش مشكله نعمل لها حلقه، دي فكره جميله وان شاء الله نغطيها، بس مش هو ده موضوعنا دلوقتي، مش ده اللي برنامجنا قام عشان. برنامجنا قام علشان الناس اللي بتسيب الدكاتره اللي اغلبهم بيمارسوا طب صح حتى لو بعضهم كشفه غالي او غيره، نتكلم في الموضوع ده ونحاول نحله. الناس اللي بتسيب الدكاتره والطب اللي ماشي في العالم كله وتيجي رايحه الناس ما عندهاش علم بتقدم حاجه كلها وهم وبتموت عندها وبيجي لها امراض عندها ومضاعفات عندها. العالم كله ماشي على الطب، احنا عندنا النصب ده اكبر من الطب في بلادنا، وعشان كده البرنامج ده. طيب ناخد بعد كده دوقة بتقول كنت نفس الموضوع، كنت احترم كلامك لحد ما اتكلمت عن البرمجة اللغوية العصبية. طيب يا دوقة ده مش كلامي، احترمي كلامي او ما تحترمهوش حقك الشخصي، بس ده مش كلامي. ارجعي للمصادر اللي تحت، افتحي جوجل ودوري، افتحي اي مصدر محترم ودوري وشوفي ايه هي البرمجة اللغوية العصبية، شوفي التعامل معاها بره في العالم كله ازاي وفي بلادنا احنا العربية ازاي. اوكي الحاجة التانية ان انا مش عايز اي حد ياخد كلامي بثقة، لو خدت كلامي بثقة يبقى البرنامج ده اصلا ملوش لازمة. احد الاهداف بتاعتنا اننا نتعلم سوا critical thinking، ان احنا نفكر تفكير نقدي. انا اشك اذا انا موجود، او انا اشك اذا انا اكون. الفكره كلها ان ما تسلمش باي معلومه تجيلك، فكر انتقد دور وبعدين شوفها، لو صح وقبلها عقلك ساعتها خد المعلومه دي. طيب اشرف دسوقي، الراجل المحترم اللي محدد هدفه وعايز يدخل كليه طب اعشاب. طيب جميل جدا ومقتنع جدا ان الاعشاب لها فوائد والنباتات لها فوائد وعايز يدخل كليه طب اعشاب. وبعد ما رديت عليه ان مفيش كليه اسمها كليه طب اعشاب بيقول لي ان دي من الكليات المحترمه اللي هو عايز يدخلها برضه مثلا. طيب يا دكتور اشرف، تاني هقول لك مفيش حاجه اسمها كليه طب اعشاب. النباتات لها فوائد، بيستخرج منها اغلب انواع الادويه، في مواد كليه صيدله اسمها النباتات الطبيه الميديسينال بلانتس، في يعني في انواع كتير من العلوم ازاي نستخرج الادويه من النباتات. تمام، ده ما يعنيش ان في كليه اسمها طب اعشاب. الطب ما هوش طب اعشاب، طب الاعشاب اللي منتشر واللفظ الطب اعشاب ديت بتطلق على انواع من الهجس والخرافات والعلاج الطب التقليدي الذي ليس له اساس من العلم، اللي هو الناس اللي بتجيب ينسون وشمر وزنجبيل وقرفه وحبه البركه والكلام ده كله وتعمل منه خلطات ما تجربتش على عيانين، لا تخضع لاصول العلم، لا تخضع للتجربه والتكرار والتطبيق و ويعالجوا بيها العيانين ويبيعوا الادويه او الاعشاب
اسعار ما يعلم بها الا ربنا عشان تكسب منها فلوس. مفيش كليه طب بتعلم الكلام ده. طلبه كليه الصيدله بيتعلموا ازاي يستخرجوا الماده من النبات وبعدين ياخدوا الماده الفعال الاكتيف انجريدينت ويجربوها على فئران التجارب وبعدين على البشر في مستحضرات بتتركب في شكل برضو حبايه او كبسوله او انجكشن او حقنه او حاجه زي كده. وبعد ما تتجرب على الاف البشر هنتكلم بعد كده على خطوات صناعه الدواء او خطوات تجريب الدواء عشان يطلع لاستعمال حضرتك. الانسان اغلى ما خلق الله، اهم حاجه في الدنيا، اللي بنجرب كل حاجه تانية قبل ما نوصل له عشان ما نعكش في جسمك انت، عشان اوبس ما نقولش مات مننا 10 في تجربه المرحله الاولى من الدواء. مفيش حاجه اسمها الكلام ده اللي تجار الاعشاب بيعملوا. طيب ناخد بعد كده محمد ماهر بيقول عتابي عليك يا دكتور انك تحط الويكيبيديا كمصدر للمعلومات بتاعتك. الله، ده كلام جميل بصراحة. ده شيء يشرفني ان حد من المتابعين بصراحة ياخد دي نقطة ضعف، لان زي ما حضرتك عارف، احترامي وتحياتي وكل حاجة ليك بصراحة، يعني انت عارف ان الويكيبيديا فيها هامش خطأ. هي طبعا مصدر محترم جدا وبيقولوا ان نسبة الخطأ فيه تكاد يعني تصل الى 1 إلى 5 في الألف، يعني هي بير ريفيود والناس بتعيد قراءة وتقييم المقالات وتعدلها، واللي الناس ما توافقش عليه اللوغاريتم او الالجوريثم بتاعها عالي جدا وبيحاول يطلع اقل نسبة خطأ. فالويكيبيديا مصدر كويس، ولكن طبعا ما بنعتمدش عليه ابدا في اي مصدر علمي، ما بنعتمدش عليه. بس انا في احيان كتير هتلاقي المصادر كتير محطوطة، فيها مصادر كتير بالانجلش وفيها مصادر كتير طبية وفيها مصادر كتير علمية وكلامها معقد وفيها مليانة ترمينولوجي وكلام الناس ما بتحبش تقراه. فلما بلاقي الكلام ده مشروح على الويكيبيديا ساعات بحب احطه للي حابب يقرا بلغه بسيطه بطريقه بسيطه، لكن طبعا مش ده المصدر اللي بنبني عليه كلامنا ابدا يعني، والا يبقى نبني مصدرنا على فيديو يوتيوب مثلا وخلاص يعني. سالي محمد، انا معاك يا دكتور في ان كل الكلام ده خرافات، كان رد على الفيديو بتاع العلوم الزائفه. انا معاك يا دكتور ان الكلام ده كله خرافات، بس الا الطاقه دي علم وانا بحترمه وبصدق فيه. هقول لك نقطتين يا سالي. اول حاجه، والدي وهو دكتور وراجل برضو عنده علم وفقه شرعي يعني، وواحد من الناس المحاربين للخرافات دي من زمان جدا. افتكر وانا طفل صغير يعني، او يعني مش بلاش مع طفل صغير دي، بس خليني اقول من زمان قوي، اول ما بداوا موضوع الطاقه والكلام ده كنت ايام انا في ثانوية عامة تقريبا، والدي واحد بيقول له طاقة ديت من العلوم اللي طبعا معروف اصلها واساسها وعلم طبعا ثابت، وكمان ده احنا لقينا ان المسلمين زمان الصحابة ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيحاربوا، كانوا بيستغلوا الطاقة ديت في حروبهم وغزواتهم. زي ما قلنا لو تذكروا في حلقة العلوم الزائفة ان دايما كل حاجة بيربطوها بالدين لشكل او لاخر عشان ياخدوا مصداقية يعني، والناس تصدق والناس تبصم وتقول الله الله امين امين. فقال له حتى الصحابة ايام الرسول كانوا ما يحاربوش غير لما تكون الطاقة بتاعتهم في نطاق بيتا. فأنا فاكر والدي رد عليه قال له لا غلط، الصحابة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيحاربوا لما الطاقة بتاعتهم تكون في النطاق جامع. الراجل استغرب كده بص قال له طب أنت عرفت إزاي يا دكتور؟ قال له لا، ما هو أنت لما تقولي إزاي عرفت إن هي في النطاق بيتا أنا هقول لك إزاي عرفت في النطاق ده يعني نطاق جامع. هو الموضوع كده، انت بتالف وانا بالف، اي نصب وخلاص. الحاجه الثانيه يا سالي، لما انت تبصي لما تلاقي واحده طالعه زي حنان زينال ولا غيرها اللي بتطلع طول النهار تفتي في الطاقه وحط الثلاجه في وش البوتاجاز عشان تطلع طاقه في وش بعض، اوعى تحط السير في نص لحسن الطاقه تحرقك والكلام. ولما نتوضى تقول لك لما نتوضى بننظف مسارات الطاقه بتاعه المناخير وطاقه الانف وطاقه الذراع وطاقه الانكل لما بنتوضى. قولي لها طب فكري كده مع نفسك قبل ما تقولي لها انت عرفتي الكلام ده منين. انت فكري مع نفسك، هي حنان زينال عرفت الكلام ده منين؟ ربنا نزل علم الطاقه ده على دماغها هي بس، ما نزلوش على دماغ حد تاني في الدنيا دي. يعني هي جربت الكلام ده منين؟ قاسته ازاي؟ عندها جهاز بيقيس الطاقه؟ طب الله يكرمها ما تطلع مره كده تقيس لنا الطاقه اللي بتطلع كده، تقف هي تتوضى كده في قدامنا في البرنامج بتاعها وتجيب الجهاز اللي بيقيس الطاقه وتشوف مسارات الطاقه وهي بتتنظف وتصور لنا مسارات الطاقه وهي بتتنظف، ويعني ومن غير ما تجيب لنا جرافيكس وحاجات هم عاملينها على الكمبيوتر، يعني تقيس مسارات الطاقه قدامنا وتجرب الكلام ده علينا وتخلي حد يطلع يتوضى وتقيس له مسارات الطاقه وحاجات جميله. والله ليه ربنا خص العرب بس وال ليه ربنا خصنا احنا بالعلم ده ما خصش حد تاني في العالم بالعلم ده؟ ازاي الامريكان الجاهلين والانجليز الجاهلين والعالم المتخلفين دول كلهم ما يعرفوش موضوع مسارات الطاقه والخير اللي احنا عايشين فيه لما بنتوضى ونغسل مسارات الطاقه؟ طبعا انا مش بتريق على الوضوء، بس انا بتريق على الناس المتخلفه اللي بتحاول تربط كل حاجه بالدين لحد ما بتدمر الدين وبتخلينا مسخره قدام العالم كله. العلم يقبل التجربه، يقبل التطبيق، يقبل التكرار.
طيب قربنا نخلص. دعاء سالم بتقول يا ريت تقول رايك في دكتور جودة عواد ودكتور باهر سالم. طيب يا دعاء انا مش بقول رايي تاني، احنا بنجيب راي العلم، راي الطب، والمصادر بنحطها تحت الفيديو في الحلقات اللي فيها مواضيع فيها نقاش او اختلاف هتلاقي المصادر موجوده، ارجعي للمصادر ديت. انا ما بقولش رايي خالص، الناس دي بتعك عك رهيب. المشكله ان الناس دي بتستغل بقى الموضوع الكوبي رايتس والكلام ده، وان انا لما بجيب لهم عك من اللي هم عاكينه بيعرفوا يشيلوا الحلقات، ان اليوتيوب للاسف جبان وهما بيستغلوا جبن اليوتيوب، اليوتيوب مش عايز يدخل في مشاكل. اول ما حد يقول لك الحق ده في كوبي رايت كليم هنا وده بيستغل الفيديو بتاعي بيستعمله، فاليوتيوب بيشيل الحلقه. بس احنا يعني بالتعاون مع فريق محامين هنا في انجلترا وفي امريكا الامور الحمد لله بتتظبط، وبنرجع الحلقات ديت، هنجيب حلقه مخصوصه عن الناس ديت بالاسامي ان شاء الله. وبالمره الفيديو اللي اتشالنا على قناه اليوتيوب، اعرفوا ان الفيديو ده كان فيه حاجه زعلت حد من العكاكين جدا، روحوا على صفحتنا على الفيسبوك واتفرجوا على الفيديوهات، الفيسبوك اشجع شويه من اليوتيوب. طيب سهام بن حمو، سهام بن حمو بتقول لك تعالجت قبل كده بالاعشاب والابر الصينيه وخفيت، وفي دكاتره ادوني علاج قبل كده، دكتوره نصابه ادتني علاج وما خفتش، وبناء عليه بقى دكاتره نصابين والكلام ده. طيب في دكاتره نصابين؟ اكيد في دكاتره نصابين. في دكتوره ادتك علاج وما خفتيش؟ في دكتوره ادتك علاج وما خفتيش. انا عارف طبعا ومصدق حضرتك جدا جدا، وعادي جدا بندي علاج ساعات وما بيجيبش نتيجه، لان كل علاج له نسبه نجاح ونسبه فشل. بس لما نسبه النجاح تكون مثلا 80% 95% وحضرتك تطلعي من 25% ده مقبول، بما اننا بننقذ حياه بشر بال 80% او 90% التانيين. طيب اتعالجت بالاعشاب او بالابر الصينيه وخفيت؟ طبعا. هنتكلم بعد كده ان شاء الله في حلقه عن حاجه اسمها بلاسيبو ناسيبو، او اللي بيقول عليهم بلاسيبو وناسيبو، ان شاء الله تابعي الحلقه ديت وان شاء الله تعرفي ليه خفيتي لما خدتي الاعشاب والابر الصينيه، وليه ساعات ما بتخفيش حتى لما تاخدي علاج 100% بيجيب نتيجه. هنعرف ان شاء الله الكلام ده في حلقه بعد كده. ده طبعا لو لسه مصدقاني، يعني بما اني دكتور يبقى انا اكيد نصاب، يا رب تكوني مش واخده الفكره دي عني. طيب حد بيقول انا لما ده عكس الطب اللي انت طبعا يا دكتور مؤمن بيه، بيكلمني انا يعني ده عكس الطب اللي انت مؤمن بيه، انا قبل كده جالي برد واتدفيت وشربت عصير ليمون وخفيت. ده مفهوم فعلا يعني للاسف غلط وصل لناس كتير جدا، ان الطب الغربي هو حبايه وحقنه ولبوسه ومحلول والكلام ده كله، وان ما عدا ذلك هو مش طب غربي. طيب انا اشتغلت في مصر، اشتغلت في السعوديه، اشتغلت في انجلترا. اكتر بلاد للاسف لما العيان بيجيله فيها برد يروح ياخد حقن مضاد حيوي هي مصر والسعوديه وبلادنا العربيه، من كل الزملاء طبعا الحبايب اللي شغالين في كل البلاد العربيه. الغرب اللي بنقول عليه الطب الغربي اللي هو الحبوب والاقراص والحقن والكلام ده، مفيش دكتور هيديك مضاد حيوي ولا حبوب ولا اي حاجه لما يجي لك برد، هيقول لحضرتك بالظبط اللي انت قلته ده، اتدفى، اشرب حاجات سخنه، ارتاح في البيت، تبقى زي الفل. هو ده الطب الصح، الطب المبني على الدليل، زي ما اتكلمنا في حلقه الطب على المبني على الدليل لو ما اتفرجتش عليها. مفيش حاجه اسمها طب شرقي وطب غربي، في طب صح وطب غلط، وكله بيقول ما تاخدش دواء غير لما يكون ضروري انك تاخد الدواء. السؤال قبل الاخير، حد بيقول ده بصراحه السؤال اتكرر كذا مره، بيقول لك عايزين حلقه عن الطب النفسي والكلام الفاضي اللي في الطب النفسي، خدع والفرضيات اللي دكاتره الطب النفسي بيفترضوها وهي مش حقيقه. هنتكلم في اكتر من حلقه عن الطب النفسي. الطب النفسي فرع مهم جدا 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 في الطب، جزء كبير جدا منه مبني على الدليل. الطب النفسي بينقذ حياه ناس باعداد لا تتخيلوها، او بس تتخيلوها، انا عارف ناس كتير جدا من اللي بتتابعني عارفه الكلام ده، ولكن اللي سائل السؤال ده، الطب النفسي ليه دور محوري في حياه كتير جدا من البشر، الطب النفسي بينبني عليه حياه اسر بينقذ حياتها فعلا. في بقى خزعبلات بتنتشر باسم الطب النفسي هي مش طب نفسي، هنتكلم ان شاء الله في الموضوع ده في اكتر من حلقه مش في حلقه واحده ان شاء الله. هناخد اخر سؤال. اوكي عايزين دليل يا دكتور، البينه على من ادعى والدليل على من انكر. قاعده قانونيه معروفه، انا مش مطالب ان انا اجيب دليل لا انا ولا غيري، ان انا اجيب دليل على ان كل واحد بيعك ان اللي هو جايبه ده عك. مش لما كل واحد مجنون واقف في ميدان عام بيقول للناس لما تولع في نفسك بالنار هتخف من البرد، يبقى انا مطلوب مني اجيب دليل واعمل تجربه وهولع في 1000 واحد عنده برد وما ولعش في 1000 واحد عنده برد عشان اثبت ان اللي ما تولعش فيهم ما خفوش، عشان اثبت ان ما فيش تحسن بالنسبه للناس اللي تولع فيهم بالنسبه للناس اللي ما تولعش فيهم. انا مش مطالب ان انا اطبق تجربه عشان اثبت ان الهبل هبل. اللي يقول اي كلام، اللي يزعم اي زعم، اللي يدعي اي ادعاء لازم يجيب دليل. لما حضرتك
تحب تقول لي ان اللي يولع في نفسه هيخف من البرد، ارجوك ولع في نفسك الاول قدام الكاميرا ويكون عندك برد، ونقيس نسبه الفيروس في دمك قبل ما تولع في نفسك، وبعد ما تولع في نفسك وتتحرق بالسلامه نقيس الفيروس في دمك ونشوف هل نسبه الفيروس خفت ولا لا بعد ما ولعت في نفسك. لو الكلام ده ثبت مش هنصدقك برضه، لازم نعيد التجربه. العلم لازم يقبل التكرار. فنجيب كذا حد، حضرتك هات ناس انت بقى بتحبهم، ناس بيصدقوك، ولع فيهم كلهم بعد ما يكون قسنا معدل الفيروس في دمهم قبل الحرق. بعد ما حضرتك ما تولع فيهم وهم موافقين، نقيس الفيروس بعد ما يموتوا من الحريقه اللي حضرتك ولعتها فيهم. لو خفوا كلهم ساعتها ممكن نبدا نفكر الكلام اللي انت بتقوله ده او النظريه اللي حضرتك الفرضيه اللي حضرتك تفترضها دي ممكن تكون صحيحه. انما مش مطالب انا ان انا اجيب مرضى حقيقيين عاقلين وولع فيهم عشان اثبت ان كلامك غلط. لما نقول على حاجه عك تبقى عك. حضرتك مش مقتنع، اثبت لي انها طب. اوكي، وبكده تنتهي اول حلقه لنا في اسئله واجوبه او بريد العياده. يا رب تكون مفيده، يا رب تكون دردشنا في مواضيع تهمكم. اللي عنده اي كومنتات يسال تحت، يا ريت قولوا لي رايكم في الحلقه، قولوا لي كومنتاتكم، قولوا لي تعليقاتكم. اللي زعلان يا ريت ما يشتمش شتايم مش كويسه، لان هضطر امسح اي تعليق مش كويس. بمسح بس الشتيمه علشان في ناس محترمه بتتفرج على القناه. عندك اي تعليق سلبي شرفني بيه، عندك كلام يفيدنا يا اهلا وسهلا. لو ما اشتركتش في القناه اشترك من هنا، لو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت اتفرج من هنا. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.